السلام عليكم، صباحكم الله خير. قبل يمكن تقريبا قبل شهر وشهرين ثلاث شهور نزلت فيديوهات وقلت ان في تقارب ما بين دولة خليجية واسرائيل، وبعدين قلت متقارب سعودي اسرائيلي، وفي ناس ما صدقتني وفي ناس قاموا تهاجم وفي ناس ما علقت. لكن امس في مقابلة فوكس نيوز مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قال صريح العبارة، قال احنا الان علاقتنا مع اسرائيل قوية من اي وقت مضى، بمعنى خلاص الان بما ان اعلى سلطة في المملكة العربية السعودية قالت هذا التصريح، الان ما فيه الا التطبيع خلاص، وتبادل السفراء واعتراف باسرائيل وغيره. وطبعا في كلام انه في الدولة الفلسطينية وتحسين كذا كذا كذا، لا ما اتوقع ان الامر راح يكون، او المفاوضات راح تكون على الدولة الفلسطينية، او انه يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية او يتم انشاء دولة فلسطينية او حقوق الفلسطينيين او غيره. لا، ابرز النقاط اللي السعودية تفاوضت مع اسرائيل هو ان اول الولايات المتحدة الامريكية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي الراعية لهذا التطبيع. أبرز النقاط أن المملكة العربية السعودية ترغب في أن يكون لديها أفضل الأسلحة، بمعنى أن تشتري من الولايات المتحدة الأمريكية أفضل الأسلحة التي تحصل عليها إسرائيل. عدد طائرة F-22 هذه عند الولايات المتحدة الأمريكية، F-35، جميع الأسلحة التي يتم تصديرها لإسرائيل يتم تصديرها للمملكة العربية السعودية، بما في ذلك يعني ما يكون في بيروقراطية بموافقة الكونغرس وبعد كم سنة يوافقون وبعد، لا يبغون مخزن سلاح مفتوح، تعال خذ اللي تبي. هذه شغلة. الشغلة الثانية قالت ان يكون هنالك مفاعل نووي سلمي سعودي بإشراف امريكي، مفاعل للكهرباء والأغراض الطبية أو غيرها. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث وهو أن أي اعتداء على المملكة العربية السعودية من أي دولة هو كأنه اعتداء على الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى أن المملكة العربية السعودية كأنها داخل حلف الناتو. أي اعتداء من أي دولة كانت على المملكة العربية السعودية هو اعتداء على الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى اتفاقية الدفاع شبه مكتملة. الأمر الآخر أن المملكة العربية السعودية تستورد أنظمة دفاع جوي خصوصا الموجود في إسرائيل، اللي هو نظام والله ما أذكر اسمه، الاسم القبة الحديدية، نظام قبة الحديدية، وهذا النظام ممكن انه ينفع مع طائرات الكاميكازي، هو موجه لإيران، لكن ممكن ينفع مع الطائرات بدون طيار او الصواريخ اللي تتعدى يعني من متر الى متر ونص حجمها يكون، فهذه صواريخ تكون يعني تكلفتها يعني مش ما هي باهظة الثمن، وايضا منظومة الدفاع الجوي ما هو باهظ الثمن، ممكن يغطي هذه الصواريخ، صواريخ سواء كانت الصواريخ الصغيرة أو البالستية أو الطائرات بدون طيار أو طائرات الكاميكازي خصوصا اللي موجودة عند إيران. هو القبة الحديدية ما يغطي جميع الصواريخ، مستحيل أنه يغطي جميع الصواريخ، يعني إذا غطى 50-70% معقولة. الآن شنو راح نشهد الايام الجايه؟ راح نشاهد تطبيع سعودي اسرائيلي، تبادل سفراء، زيارات، فتح طيران، كل شيء. المملكه العربيه السعوديه كان في مفاوضات قبل مع اسرائيل ومع الولايات المتحده الامريكيه، لكن توقفت هذه المفاوضات، فتوجهت المملكه العربيه السعوديه الى ايران ومحاوله ل تبادل السفراء او غيرهم. فهذه الحركه حركه سياسيه اللي يعني غيظ المملكه العربيه السعوديه، ان احنا اذا انت ما سويتوا علاقه فاحنا قادرين ان احنا
نفتح علاقات مع إيران. طبعا هذا خط أحمر عند الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، لكن هو كان سبب رئيسي في يعني وافقت مثلا إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية على بعض الشروط، خصوصا الشرط الأول والثاني اللي هو مفاعل نووي وأسلحة للمملكة العربية السعودية، أسلحة متطورة للمملكة العربية السعودية تحصل عليها مثل الأسلحة الموجودة في إسرائيل. طبعا أكبر مخزن للولايات المتحدة الأمريكية، مخزن للأسلحة للولايات المتحدة الأمريكية في العالم موجود عند إسرائيل، خارج الولايات المتحدة الأمريكية موجود عند إسرائيل. لكن الكلام أو السؤال اللي يطرح نفسه حاليا الآن، صرح نتنياهو وقال أن أغلب الدول العربية الآن تبي تفتح علاقات معنا، وسماها البرهان، السودان التقى، مصر التقى مع نتنياهو، مصر من زمان مطبع، الأردن من زمان مطبع، العراق التقى بعد مع نتنياهو، أعتقد في رئيس وزراء التقى مع نتنياهو، منو لبنان سوى اتفاقية غاز والموضوع مع حزب الله أفضل من التطبيع، سوريا نفس الطريقة أفضل من التطبيع، عندك دول الخليج ككل مطبع مع دول مع إسرائيل، الآن ما بقى إلا الكويت بس، المغرب نفس الشيء، ليبيا حفتر مطبع مع إسرائيل. فالآن الموقف السياسي للكويت، هل الكويت سوف تواجه الضغوط، ضغوط الولايات المتحدة الأمريكية للتطبيع مع إسرائيل أو لا؟ يعني في تصريح كان للشيخ جابر الله يرحمه يقول أن الكويت آخر دولة عربية راح تطبع مع إسرائيل، خلاص الآن آخر دولة عربية الكويت، الآن آخر دولة عربية ما طبعت مع إسرائيل. فهل الحكومة الكويتية قادرة على مواجهة الضغوط الأمريكية للتطبيع مع إسرائيل؟ وهل الحكومة الكويتية بنفس الوقت قادرة على مواجهة الضغوط الشعبية الرافضة للتطبيع مع إسرائيل؟ أم أن ممكن أن الأمر يستمر على ما هو عليه إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا؟